في غير ما موضع من القرآن الكريم مثلا: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، فقط، لم يذكر بقية ما كرر ما ذكر هنا في سورة الحديد. لما؟ هو أحيانا يقتصر فعلا على اللعب واللهو، لأن ما ذكر يعني هو من الزينة وما بعدها، لأن ما ذكره بعدها يندرج، يعني ما الزينة وما بعدها يندرج في اللهو، فإذا الزينة والتفاخر كلها والتكاثر في كلها الأموال قال قال والأولاد. إيه نعم، قد يندرج في اللهو كلها، فإذا أراد أن يفصل فصل، وإذا أراد أن يجمل وقف عندها. كيف يعني؟ قل لي كيف هذا الشيء؟ كيف؟ صحيح، نستمع. كيف هذا الشيء؟ يعني هي الزينة قد تلهي، التفاخر يلهي، التكاثر يلهي. ربنا سبحانه وتعالى سمى المال والبنين زينة، صحيح، قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، صح؟ صحيح. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. صح، إذن دخلت في الزينة، والزينة دخل في اللهو. لا تلهك، لا تلهكم، إذن دخلت صحيح. في الإلهاء، دخلت في الإلهاء وخلاص التهى صح. فيها. إذن يعني ما ذكر هسه الآن في هذا من الزينة دخل هنا، دخل في اللهو. اللهو. زين. قال: ربنا ألهاكم التكاثر. إذن دخل التكاثر في اللهو. ألهاكم التكاثر. صحيح. حتى في الأموال والأولاد. خلق التكاثر عموما، هو أطلق التكاثر. دخل في اللهو. دخل وألهاكم. صحيح. خلاص. لما فصل في الآية الحديد: كمثل غيث أعجب الكفر، ذكر. نعم. فصل. عندما أراد أن يجمل، يقف عند الأصل والباقي يدخل فيه. يعني أخذ: وما الحياة الدنيا، لاحظ، إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون. أوجز. خلاص وقف عنده. ما مثل، ما قال كمثل كذا كذا، ما ذكر. زين. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. صحيح. إذن كل هو يقولون البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال. أراد التفصيل يفصل، أراد الإجمال يجمل. في طيب. بقاء في التفصيل. نعم. يفصل. طيب استرجعني بسيدي إذا أذنت لنا. نعم. معنى الإجمال والتفصيل في القرآن الكريم، هنالك من يقول، من بعض المستشرقين من يقول: لما يجمل هنا ويفصل هنا، والمعنى قد وصل والدلالة وصلت. لا، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وصلت الدلالة، الزينة والتكاثر والتفاخر ضمن اللهو، فلما يجملها في أماكن أخرى؟ أحيانا يريد يعني يوضح المسألة، يعطيها أبعادها في كل كلام، حتى عند الأجانب وغير الأجانب. نعم. يعني أحيانا يعني يكتفي بكلمة أو كلمتين، وأحيانا يشرح أمور أدق الأمور يشرحها يتعرض لها. يعني ليس هذا تكرارا بالقرآن؟ لا، ليس هذا تكرارا، وإنما هو تفصيل يريد يوصل المعلومة كاملة للمسألة في كل أبعادها، في كل أحوالها. هذه وهذه وهذه وهذه، نحتاج هذا الشيء. وثم الناس هم ليسوا سواء في الفهم والاستيعاب. صحيح. ليسوا سواء. صحيح. يعني أنت قلت إلا لعب ولهو، كم واحد راح يدخل فيها ما ذكر من كم واحد؟ صحيح. لو قلت الدنيا لعب ولهو، كم شخص راح يذكر يعني والأموال والبجر، كم واحد راح يدخل فيها؟ قليل. لا تحتاج هذا الشيء. سبحان الله العظيم. فيفصل لهذا وذاك. طبعا للجميع يفصل. وكل آية تضيف ملمحا في إطار عام للصورة حتى تتضح جميع جوانبها. أكيد. طيب هنا نلاحظ في هذه الآية سيدي، قال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، قدم اللعب على اللهو. لما تفضلت به أن اللعب مرهون بفترة زمنية يعقبها اللهو؟ في آيات أخرى بالقرآن الكريم، في العنكبوت مثلا قدم اللهو على اللعب، قال: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. أيضا هو قبل قليل قلنا هو ليس هنالك أمر يعني يقضي بتقديم كلمة على كلمة، ما صحيح. ليس هنالك أمر يقضي، وإنما هو السياق. نعم. لاحظ هو لو لاحظنا سياق العنكبوت ماذا تقدم هذه الآية قوله تعالى:
قال الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. هكذا الرزق مدعاة إلى الالتهاء، لا تدركم أموالكم ولا صحيح. أولادكم صحيح. الذي يعني ربنا ذكر أمرين، قال البسط وأن يقدر يضيق. الذي بسط له رزقه ملتهن بجمعه، والذي قدر عليه ملتهن للحصول عليه. سلم يا رب. هكذا اللي يعني رزقه مضيق صحيح، ملتهي حتى يحصل عليه كيف يعيش؟ صحيح. واللي مبسط له رزقه هو ملتهي حتى يكثر. صح. فاذا راح يكون مدعاة لله، قدم له، لان ما دام تقدم الرزق البسط في الرزق والتضييق فقطعا هذا راح يكون مدعو مدعاة لله. ولا تلهكم أموالكم. يبسط الرزق ويقدر، يقدر بمعنى يضيق، ليس بمعنى يقدر القدرة الاستطاعة، لا 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 لا، يقدر يضيق، قدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، ضيق ضيق رزقه ضيق. فاللي ضيق رزقه ملتهي حتى يحصل عليه حتى يعيش. الذي ضيق رزقه ملتهي حتى هذا يشتغل. صحيح. والذي ربنا هذا ملتهي حتى يجمع، حتى يجمع. وتحبون المال حب أن جمع. صحيح. وهكذا ربنا. صحيح. وإنه لحب الخير لشديد. الخير هم قد فسروه المال، المال أي زينة سبحان الله. إذا حبب إلينا حب المال فماذا نصنع؟ طبعا نعم. طب التقديم له هنا، هنا الحالة بقدرها بقدر. في العنكبوت أن له على عبد يسمح ساق أن يقدم أو طبعا. يؤخر طبعا. حسب ما تصب إليه الآية. صح. سياق سياق نعم. ويقدر بمعنى يضيق حتى في ذنون أيضا، وذنون الذهب مغاضبا طبعا، فظن أن لن نقدر عليه. طبعا فظن يعني أن فيه متسع مضيق. هو الآن يعني هنا في هذا المكان لم يجد هذا أذنا صاغية، لم يجد من يستجيب له، خلاص قال أنا أروح إلى مكان آخر ربنا ما يوسع عليه، مو هؤلاء غيرهم، ظن أن ربنا هو راح يوسع عليه في مكان آخر. نعم. يعني لن نضيق عليه. صحيح. لن نقدر عليه. أي لن نضيق عليه، خلاص فيه متسع. واجتهاد، هذا اجتهد هو ذنون. صحيح. قال طيب يعني الآن هؤلاء جماعتي ما قبلوا هذا، خلاص أروح إلى مكان آخر أدعو ربنا ما يضيق علي. في في متسع ما يضيق. نعم. لكن لم يخرج بإذن ربي، هو اجتهاد، اجتهد من تلقاء نفسه، من تلقاء نفسه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال فالتقمه الحوت وهو مليم. مليم يعني إيش؟ أتى ما يلام عليه. مليم طبعا ملوم، لا ملوم يلام. يعني فعل فعلا، لكن مليم أتى فعلا يلام عليه. لماذا خرجت من دون إذن؟ ولذا قال لا إله إلا أنت سبحانك. ولا تكن، وليس قل للرسول ولا تكن كصاحب الحوت. صحيح عليه الصلاة والسلام. صح. يعني اجتهاد. يعني هذا إحنا كلامنا عن نقدر. نقدر يعني يضيق هنا هنا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته.